خبز السوردو بالقمح الكامل، خبز كتير طري خفيف لذيذ صحي ومشبع جدا. جربوا. لتحضيره أول شي عنا دقيق القمح الكامل ومي بارد، طبعا جزء من المي رح أضيفه آخر العجن، وعنا الملح. بدنا نحضر هلأ الأوتوليز، نضيف لحلة العجينة أو إذا بنخلط بإيدينا بنضيف للزبدية مي بارد فوق منها الدقيق، وبنخلط المكونات لحديت ما تتجمع وتتكون عجينة. منغطيها منريحها لمدة ساعة كاملة، منضيف الملح، منعجن، بعدين منضيف الخميرة الطبيعية. طبعا الوصفة موجودة أو المقادير موجودة بصندوق الوصف. نعجن لمدة 5 دقائق بسرعة أولى و4 دقائق بسرعة تانية. نتأكد من قوام العجينة، نتأكد من الجلوتين، بنمدها بهالشكل هيدا لنشوف إذا هي جاهزة لنضيف بقية المي. نعم جاهزة مثل ما شايفين. منضيف المي بسرعة أولى تدريجيا شوي شوي بهذا الشكل اللي شايفينه لحديت ما تمتص كل المي اللي موجود. هاي العجينة صارت جاهزة، منشوفها نتأكد منها قوامها ممتاز، نتغطيها ونتركها تتخمر لمدة ساعة كاملة. بعد ساعة بنعملها مد وطي أو ستريتش وفولد، بنمدها من كل الأطراف من الأسفل بهالشكل هيدا. بعدين بنقلبها كلها سوا ونشكلها على شكل دائرة، منشدها شوي لأنه ها حيكون آخر مد وطي لإلها. نتركها بالبول لتتخمر لمدة ساعة ونصف زيادة. بعد مرور ساعة ونصف بكون انتفخت. منبلل سطح العمل بالمي، مننزل العجينة ومنقسمها لجزئين. طبعا الوحدة القطعة تقريبا كيلو كيلو شوي. هلا بنبدا بالتشكيل الابتدائي او البري شيبينج. ناخد عجينه بنشكلها بهذا الشكل، شكل دائري بلطف، طبعا ما بنشد كتير لانه هاي مجرد تشكيل ابتدائي فقط. بنكرر نفس الشيء مع العجينه الثانيه، بنحطها جنب الاولى، بنغطيهم نتركهم لمده نصف ساعه. بعد نصف ساعه منرش شوية طحين، منشكل العجائن بالشكل اللي احنا بنحبه. أنا هون عم شكلهم بشكل بيضاوي أو أوفل مع الحرص على إنه ما تتمزق العجينة أو تفرغ من الهواء. شكلها بهذا الشكل. بسكر الأطراف، بعدين برش عليه شوية دقيق وبحطها بسلة فيها قماش كتان مرشوش فيها دقيق قمح كامل. برش عليها شوية طحين من الأعلى وبنكرر نفس الشي مع العجينة التانية. بنمدها شوي من الطرف اليمين مع الحرص على عدم تمزيقها. بنشكلها كمان نفس الطريقة الأولى، بنحطها كمان بسلة تانية مرشوش فيها أو منثور فيها دقيق قمح كامل. نقلبها على السلة التانية، بنغطيهم طبعا بنتركهم يتخمروا ليلة كاملة 12 ساعة، أول ساعتين منهم بالفريزر وبقية العشر ساعات بالبراد. حتى لأنه هذا العجين بيتخمر كتير بسرعة. تاني يوم بنطلعهم من التلاجة. بنشرخهم بهالشكل اللي انتو شايفينه
بدون ما زيد عليهم كتير لأنه هذا العجين حساس. بنحطهم بفرن محمى لدرجة حرارة 250 لمدة 15 دقيقة مع بخار الماء، وباقي 40 دقيقة طبعا بنطلع أداة البخار، نبرم العجائن حتى ياخذ اللون من كل الجوانب، بنكمل خبزهم مع مروحة لمدة 40 دقيقة على 225 درجة مئوية. هيك بيكونوا خلصوا، بنطلعهم من الفرن بنتركهم يرتاحوا على شبك لمدة ساعة على الأقل، على الأقل ساعة قبل ما نقطعهم ونقدمهم. نتركهم ساعة وبعدين بنقصهم سوا. برد الخبز، هلا بنقصه. خبز كتير كريسبي، كتير لذيذ وكتير خفيف. حتتفاجئوا انه هو من القمح الكامل، والرغم من هيك طري وخفيف وعميق بالنكهة جدا. شوفوا قديش طري وخفيف، كتير رح تحبوا هالوصفة، جربوها رح تستمتعوا جدا بمذاق القمح الكامل بهذا النوع من الخبز. شوف كيف قوامه، كتير خفيف وطري وصحي جدا. بتمنى تشاركوا هالوصفة مع أحبائكم وتحضروها انتو. صحة وهنا على قلبكم، ومع السلامة.